بسم الله. عندما ترى الكلاب البشرية تنبح وراءك فاعلم أنك على حق وأنك في الطريق السليم. لنرى جميعا بعض تعليقات مغفلين من الضفة الأخرى. وعندما ترى أن حاكم أو حكام دولة ما ظالمون لشعوبهم، لا يحترمون لا الصغير ولا الكبير ولا الطفل ولا الرضيع، المسن أو الشيخ ذكورا وإناثا. شكل آخر من التعاليق الوقحة. عندما ترى حاكم أو حكام دولة ما لا يفقهون في أدب الكلام ويشيرون بالشتم والسب يمينا وشمالا ويكذبون صباح مساء وبدون خجل ويخافون من خيالهم، فاعلم أن غالبية شعوبهم تترعرع على البهتان والكذب والوسواس والفجور والخوف والحقد وعدم الثقة من نفسها. ولما يواجهها أي أحد بالحقيقة البينة أو أي موضوع كيفما كان أو كلام شفوي، فما بالك بمحاضرة في التاريخ مثلا أو التراث أو حتى الأزياء. يخيل لهذه الشعوب أنها هي المستهدفة، لأن هذه الكلمة الأخيرة زرعها فيها حكامها، ولأن هذه الأخيرة أيضا أي حكامها تعرف أنها جاءت بالعنف وبالسلاح رغما عن أنف شعوبها، وأنها على دراية أن بعضها ينتظر فقط أي فرصة سانحة ليرتمي على البعض الآخر لتنحيته أو لتصفيته. لهذا نجدهم دائما خائفون، ولهذا السبب زرعت حقدا دفيا في شعبها اتجاه الآخرين، حتى صار هذا الشعب يخاف ويشكك في أقرب الناس إليه، وتركته هائما لا يلتفت ولا يفكر حتى في طلب حقه المشروع. هذا النوع في قلوبهم مرض، عندما تكلمه لا يفهم ويرد عليك بجواب مخالف تماما لكلامك، حتى لا أقول سؤالي. مثلا هذا الصنف من الشعوب قال تعالى في حقهم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم وقاتلهم الله أنى يؤفكون. صدق الله العظيم. هنا لا أصنف الجزائريين أعداء أبدا، ولو أنهم صنفون كذلك، فقط لأنني لا يمكنني تغيير الآية الكريمة. تعليقتهم مرة أخرى: هذا مثل صغير لتعليقات بعض الكراغلة الذين لا يفقهون في القول والرد إلا بالشتم وبالسب، لأنهم جهلة مغفلون وخبثاء. ولا أفهم لماذا اليوتيوب يسمح لمثل هذه التعليقات. يا أتباع تبون، لم يسبق للجزائريين في الماضي قبل مجيئهم تبون أن كانوا مرضى ومعقدين نفسيا تجاه المغرب؟ ماذا وقع لكم؟ وأتخيل الآن منظر هؤلاء المرضى الجهلة وشكل وجوههم. حسبي الله ونعم الوكيل. هذا هو مستوى التبونيون. لكم دينكم ولي دين. رحنا في بلادنا يا أخ، بغيتي تجي مرحبا بك، بصح بلا ما تجيب تبون.